راح نتربي على المواطنة والحرية، ياك التعرف، التعرف مفهوم الحرية وتحديد بعض خصائصها ومكوناتها. يعني غنتعرفوا على معنى ديال الحرية، ياك، ونحددوا اشنا هما بعض الخصائص اللي تتبين لنا بان هذيك هي الحرية. يعني كاين شي امور ملي تتكون واحد الخاصيات واحد الخصائص واحد المميزات تتكون في واحد الامر ماق باش تنقولوا بان داك الامر هو اللي تنعنيه، ياك. اذا فالحريه فيها حتى هي واحد الامور خاصها تكون فيها باش نسميوها حريه. اكتشاف مراحل كبرى للنضال الانسانيه من اجل الحريه. يعني غنعرفوا يعني الانسان شحال عانق باش وصل لهذه الحريه اللي تناضل من اجلها، ياك، اللي تناضل من اجلها منذ القديم ولا زال لحد الساعه. يعني كاين مناطق كثيره من العالم يعني الانسان الحريه ديالو يعني تخنق، ياك. ربط مفهوم الحريه بمبادئ حقوقيه متعدده اسلاميه وطنيه عالميه. يعني هذه الحريه يعني بالاضافه ديانات، ياك، في الدين في الاصل منذ القدم دين كدين جاء من اجل حريه الانسان باش يكون حر ويكون عنده الخيار، فهمتي، ويكون مسؤول على الاعمال ديالو وعلى الاقوال ديالو، ياك. ايضا مساله اخرى هي من الناحيه الوطنيه، يعني ديك البرامج تتبرمج مثلا الدول الى اخره، ديك القوانين الى اخره واللي تتصب في هذا المجال كاينه عالميه. يعني بحال داكشي اللي تتبناه منظمات مثلا منظمات دوليه كبرى بحال الامم المتحده الى اخره، ياك. كاين دراسه بطبيعه الحال الوطنيه عاوتاني تدخل فيها الجمعيات الى اخره، ياك، احزاب الى اخره، دراسه مقتطف من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. يعني هذه تابعه لهذه كمثال لهذه المساله ديال مفهوم الحريه، ياك. وهنا يتعلق الامر بمفهوم بمبادئ حقوقيه عالميه، يعني دراسه مقتطف من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. يعني العالم كله قد اتفق على بعض المبادئ المهمه اللي تتهم هذا الامر هذا ديال الحريه، ياك. قراءه وتحليل وثائق متنوع ذات صله بمفهوم الحريه، صور نصوص. اذا كما بينوا لك بان في الكتاب كاين صور ونصوص غتشوفها. دراسه نص من ادب السجون يكون ارضيه لاتخاذ القرار والبرهنه عليه. هذا ادب السجون مؤخرا ولات بعض القنوات تدير برامج بهذا العنوان نيت، ياك، ادب السجون. يعني شنو ادب السجون؟ دوك الناس اللي تتسجنوا في يعني تتكبل الحريه ديالهم الى اخره، تيتظلموا لانهم قالوا الحق، لانهم دعوا الحق، لانهم حاربوا الدكتاتوريه، لانهم حاربوا مثلا الظلم، لانهم فهمتي، وتسجنوا. وبطبيعه الحال مادام تسجنوا تكبلت ديك الحريه ديالهم، اذا تيبقى يشوفوا هاد الشيء ماشي معقول، ياك، ولا بدا انهم تيكتبوا، اما يكتبوا شعر، يكتبوا مثلا مؤلفات، اما يكتبوا مقالات الى اخره، ياك، او مثلا خواطر يعني تتعبر على داك الشيء اللي تيحسوا به. يقال ان الحريه جوهر حياه الانسان واغلى ما يملك. بطبيعه الحال ان الانسان اهم حاجه عنده انه تيبغي يكون حر، فهمتي. اذا فبطبيعه الحال ستعتبر بانها جوهره، يعني اهم حاجه تيبغيها. يعني تقدر تمنعه من الاكل، من الشرب الى اخره، من الشرب، ياك، من الشرب، ولكن الحريه يعني بحال الهواء. فما المقصود بالحريه؟ شنو هي هذه الحريه اللي بالضبط احنا بغينا؟ واش الحريه مثلا هي تمشي تضرب واحد اخر وتقول انا حر اللي بغيت؟ لا. او مثلا تمشي تعير واحد اخر وتقول انا حر؟ اذا ما معنى الحريه؟ وما المبادئ التي تقوم عليها؟ اذا شنو هي المبادئ؟ خصنا نتفقوا عليها. وكيف ناضلت الانسانيه لاجلها؟ يعني كيفاش الانسان منذ القدم هو تيسعى باش يكون حر، ياك؟ كيف وقف منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان؟ وكيف يحس السجناء بهذه القيمه؟ يعني الانسان تيكون مسجون، ياك، ومظلوم ومحبوس، هذه الحريه ديالو ملي تطلقوا كيفاش غيحس؟ طبعا الحال غيحس بواحد الفضاء، وغيحس بواحد الاكسجين تيضاف له الى اخره. اكتشف مفهوم الحريه واتعرف المراحل الكبرى لنضال الانسانيه من اجلها. عندنا اول حاجه هنا اكتشف مفهوم الحريه من خلال صور وتعريف. هاد الصور اللي تنشوفو هنا مثلا عندنا هنا ضحايا مظاهره مقموعه، ولاحظ الصور واصف متمثلوها كل واحده منها. مثلا كاين شي ناس تديروا مظاهره معينه، ياك، بحال داكشي اللي وقع لعمل داز مثلا ديال الاساتذه
ومن اللي ما لم يوفوا هذاك الشيء اللي كانوا وعدوا به، اذا فخرجوا في مسيرات وضربوا ياك. هذه الصوره شنو تتمثل؟ تتمثل ضحايا ومظاهر مقموعه. ضحايا مظاهره يعني الناس خرجوا في واحد مظاهره، اذا خرجوا في مسيره مظاهره يعني انهم تيندوا بواحد الامر ما، تيقولوا هذا الشيء راه ماشي معقول، يعني غيضربوهم باش يتفرقوا، يعني الا خلاهم غادي ينضموا لهم ناس اخرين ياك، وربما تيقولوا بان هذا القضيه غتكبر بزاف، تقدر تكبر بزاف وتؤدي لمشاكل ياك، فهمتي ولا؟ اذا شكون الضحايا شنو تيكون؟ تيكونوا هاد الناس اللي دايرين هاد المسيره، فهمتي ولا؟ يعني هاد الناس يطالبوا بحقوقهم بحقوق ما، باش يعطيو حقوقهم ديالهم فوق منك، بداله انها تعطى لهم الحقوق ديالهم او المطالب او يستجاب للمطالب ديالهم، اذا فيتم قمعهم ياك. عندنا هنا تمثال الحريه، تمثال الحريه فين كاين هذا؟ في امريكا، نيويورك في امريكا، في جزيره، اش من جزيره؟ جزيره الحريه ياك. شحال الطول ديالو هذا؟ 93 متر، يعني من التحت للفوق. وهاد التمثال كانت فرنسا هي اللي هداته لامريكا بمناسبه الذكرى الاولى ديالها ياك، ديال الاستقلال ياك. اذا فرنسا هي اللي هدات التمثال هذا، قال لك تيوزن بدون قاعده، تيوزن ب 125 طن، وبالقاعده تيوزن كاين قاعده، راه عنده واحد القاعده طويله، فهمتي؟ واحد القاعده طويله الطول ديالها راه 47 متر، فهمتي؟ يعني الطول ديال هاد القاعده 47 متر، يعني وهاد بالقاعده تيوزن هو 204 ديال الطن، فهمتي؟ المهم هذه صوره اخرى لاش تمثل انتفاضه اطفال الحجاره بفلسطين. شنو تتفهم منها انت؟ شنو تتفهم منها؟ دوك الحروب لفلسطين، ماشي حروب هذه، ما عندهمش السلاح باش يديروا حروب، كون كان عندهم السلاح حتى هما غنسموها حرب، مثلا السلاح ديال الناس ديال فلسطين عندهم سلاح، والاسرائيليين عندهم ياك، الصهاينه عندهم سلاح، اذا اش نقولوا؟ غنقولوا حرب، ولكن هادو ما عندهمش، اش نسميوها عندي؟ انتفاضه، يعني شنو تتعني؟ تتعني بان هادوك الناس ما رفضوا داك الشيء اللي بغى تفرض عليهم، يبغى يفرض عليهم الاحتلال الاسرائيلي، فهمتي ولا؟ اذا شنو؟ غينتفاضوا بداك الشيء اللي عندهم، شنو تيملكوا؟ ما تيملكوا السلاح؟ لا. شنو تيملكوا؟ تيملكوا الحجار فقط، يعني الحجاره، داك الشيء ديال الجباد، المقلاع، يعني بحال اللي عندنا حنايا. شنو اخر؟ كاين واحد الوقيته كانت انتفاضه السكاكين، يعني تيهزوا معاهم المواس، فهمتي؟ تيجي حدا مثلا شي صهيوني تيقتلو الى اخره، مثلا هذه انتفاضه ياك. علاش ما نتفاضوا؟ علاش؟ شنو اللي ما عجبهمش؟ شنو اللي ما عجبهمش هنا تنتفاضوا؟ رفضوا داكشي اللي قالت لكم، رفضوا اللي قالت لهم الاحتلال الاسرائيلي. وشنو قالت لهم الاحتلال الاسرائيلي؟ هات يا معاك، راه شاد لهم الارض ديالهم، راه تدي لهم المنازل ديالهم، تتهدم لهم المنازل ديالهم، راه تدير عليهم الصور، فهمتي؟ دير عليهم صور قد عالي، وفرقات بين الفلسطينيين، وجات هي في الوسط ولات الضفه الغربيه ولات غزه من هنا، فهمتي؟ يعني وحاصرتهم ودات لهم كاع ديك المياه ديالهم، وخلات لهم المياه المتلوثه ياك، اللي هي المياه الملوثه. شنو اخر؟ يعني ما تخليش الماء، الماكله والادويه والغذاء وداك الشيء يدخل لهم، يعني زيرات عليهم، يعني ولاو مسجونين بحال سجن، فهمتي؟ واش هما غير يرضاو بهذه الطريقه؟ لا ما غيرضاوش، فهمتي ولا؟ يعني حتى الاطفال مثلا الصغار تتلقى مثلا حتى الحليب ما عندهمش، تيموتوا الاطفال الصغار لان الادويه ما كايناش، لان الاطباء ما كاينينش، لان هذيك الحليب الرضاعه قليل، تضرب لهم الوزينات مثلا الا كان عندهم شي وزين تضربو، الناس ديالهم مثلا اللي تيتحركوا وتيتكلموا وتيغوتوا وتيقولوا هذا الشيء ماشي معقول، تيرسلوا الناس ديالهم مستخفين وتيقتلوهم. اذا شنو؟ علاش تشوفوه مغطي وجهه دابا؟ خصهم يتعرفش الاكثريه ديال الفلسطينيين تيغطي وجوههم، لان علاش؟ لان بين الفلسطينيين كاين عملاء تيخدموا عند اسرائيل، فهمتي؟ تيخدموا عند اسرائيل، يدخلوا يقولوا لهم فلان شكون هو، ويجي يقتلوه الى اخره، والشركه المعروف، فهمتي؟ اذا بطبيعه الحال الناس واش يقبلوا هذا القمع هذا؟
إذا هذرا من أخطر ما قاعد دول العالم تقريبا كلها خرج منها تقريبا الاستعمار، إلا هاد فلسطين اللي باقا فهمتي، استعمر الإنجليز، وملي خرج الإنجليز حط بلاصتهم اليهود فهمتي ولا. كان المغرب مستعمر يعني تحرر، كانت الجزائر مستعمرة تحررت، كان العراق مستعمر. كان شكون كان مستعمر الجزائر والمغرب؟ كان مستعمرة في فرنسا. كان تونس، كان مصر مستعمرة الإنجليز، كان يعني إلى آخره كانت مستعمرة، وتاني سوريا ولبنان مستعمرة في فرنسا إلى آخره. ولكن كل شيء خرجوا تقريبا طبيعة الحال خلاو الناس ديولهم. ولكن هذه إسرائيل تتشوف اللي حد الآن بقى تتستولي على الأراضي ديال الناس، وتتحاول تجري على الفلسطينيين. هاد الفلسطينيين اللي تيدير الانتفاضة راه غير اللي بقاو، أما راه كاين عرام، كاين مجموعة ديال الفلسطينيين برا بالملايين يعني مشتين، هاللي في أوروبا، هاللي في الدول العربية، هاللي محاصرين في لبنان فهمتي، ولبنان تتفرض عليهم شي أمور على شؤون شي بلاد أخرى. أو في لبنان مثلا، في لبنان بيدا مثلا داك حي التفاح أو شي حاجة بحال هكا، شناهي أحياء تما معروفة فلسطينية كاينة في لبنان. يعني هذيك الأحياء مثلا في لبنان ممنوع الطبيب مثلا يخدم خارج داك الحي، خاصو يخدم في داك الحي، ما يمشيش يخدم في لبنان في المدن اللبنانية، ودوك الناس اللي في داك سميتو يخدموا في داك الحي ما يخرجوش للبنان. يعني واحد الحصار خطير الحمد لله. وعاد أضيف له هاد الشيء اللي وقع مؤخرا، يعني كاين دول عربية أخرى عاوتاني ولات نازحة بالجانب ديال الفلسطينيين. شوفوا واحد المقولة ديال واحد الفيلسوف ألماني سميتو هيجل، ياك هذا معروف، تيقول الحرية هي الإرادة والقدرة على الفعل. الحرية هي الإرادة والقدرة على الفعل، والإنسان كائن عقلي مزود بإرادة وحرية الاختيار والفعل دون ما إنكار وسلب. كان تيقول لك بأن الحرية هي الإرادة والقدرة على الفعل، يعني باش تعرف راسك راك حر هي اللي كانت عندك الإرادة ديالك، ياك تتبغي تدير شي حاجة، إرادة تريد شيئا ما، ياك، والقدرة على الفعل. شنو القدرة على الفعل؟ خصك دير، أن تقدر دير واحد الحاجة، ماشي شي واحد خرين منعك. إلا منعك شي واحد بأنك ما تديرش ذاك الفعل، طبعا اللي يكون فعل صائب، ياك، إلا منعك عرف راسك ماشي هذيك ماشي حرية عندك، فهمتي؟ والإنسان كائن عقلي مزود بإرادة وحرية، يعني الإنسان كائن ولكن عنده عقل، كائن عقلي مزود بإرادة، عنده إرادة وعنده حرية، ياك، حرية الاختيار. ماشي بحال الحيوان مثلا ما عنده لا إرادة لا والو، الحيوان تيخرج عادي تابع هذاك الشيء اللي تيبان له، فهمتي؟ الإنسان تيكون مبرمج شي حوايج في راسو، إذا عنده إرادة باغي يوصل ليها، فهمت ولا لا؟ تيقول غدا خاصني ندير هاد القضية وندير هادي وندير هادي، فهمتي؟ إذا هذاك البرمجة اللي دار هو، إلى الغد جا داك الغد وما قدرش يديرو لأنه منيع من هاد الأمر، إذا واش غتسمى حرية دي؟ فهمتي؟ علاش؟ لأن الإنسان كائن عقلي مزود بإرادة وحرية الاختيار والفعل دون ما إنكار وسلب، يعني بلا ما تنكر عليه هذاك الفعل، ياك، بلا ما يجي شي واحد ينكر عليه، وبلا ما يجي شي واحد يسلبو من ديك الإرادة ومن ديك الفعل. السلب هي المنع، فهمتي؟ إذا هذا هيجل، ياك، هذا من الفلاسفة القدام ديال الدول الأوروبية. فلسف ألماني، فيلسوف يعني تفكر بعقله، فهمتي؟ يعني الفلسفة هي التفكير وتقول شي كلام فيه الحكمة وفيه بالعقل. طبيعة الحال من منطلقات صحيحة، حيت لانطلقتي عاوتاني ماشي منطلقات خاطئة، فهمتي؟ غتبقى تبني عليها تبني عليها وغتوصل لواحد منطلقات خاطئة، هذه كاينة في الفلسفة، هادشي معروف. الحرية صفة أساسية، الحرية صفة أساسية للإنسان، يعني الحرية هي واحد الصفة مهمة للإنسان خاصو يتصف بها، فهمتي؟ كما تنقولوا أن الإنسان عاقل خاصنا نقول بأن الإنسان حر، فهمتي؟ إذا الحرية هي صفة وحق غير قابل للتفويت، يعني من حقه تكون عنده الحرية وماشي من حق شي واحد يفوت عليه هذا الحق، فهمتي؟ إذا تخلى الإنسان عن حريته فقد تخلى عن إنسانيته وعن حقوقه وواجباته بوصفه إنسانا. هذا جان جاك روسو، هذا فيلسوف فرنسي، ياك. إذن هذا هو شنو؟ تأكد بأن الحرية من المسائل المهمة للإنسان
وبان الانسان ما خاصوش يتخلى على الحريه، لان الا مشى تتخلى على الحريه ديالو الانسانيه ما كايناش، الانسانيه ديالو ما غتبقاش، يعني غيولي بحالو بحال سائر الكائنات الاخرى. يعني شنو الانسان اللي تيخليه مختلف عن الكائنات الاخرى؟ هي الانسانيه ديالو، انه تيفكر وانه حر. الا مشات له هذه الحريه وبشا تسمح في هذه الحريه، يعني غيولي بحالو بحال الكائنات الاخرى، يقول يقولوا له دخل دخل خرج خرج، يعني ما تيوليش هو اللي باغي يدخل هو اللي باغي يخرج، تيتسنى حتى تتعطى الاوامر. هذا لا، هذا هو المعنى ديال بحال عادي. كوك. وعن حقوقي وواجباتي بوصف انسانه، وحق هذه مقوله ثالثه، وحق الانسان في الحريه كحقه في الحياه، فمقدار ما عنده من حياه هو مقدار ما عنده من حريه. كل ما هذا ابن باديس، ابن باديس عالم العلماء الجزائريين، فهمتي سميتو عبد الحميد بن باديس، هذا رئيس جمعيه العلماء المسلمين الجزائريين، كان تزاد في 1889 وتوفى في 1940 ياك ولا لا. اذا هذا عالم معروف من العلماء الجزائر. وشنو قال هنا؟ قال لك حق الانسان في الحريه بحال حقه في الحياه، يعني ان الانسان اللي غيسمح في حقه في الحياه يعني يعني هو اللي يقدر يسمع في حقه في الحريه. يعني الا سمعتي في حقك في الحريه بحال سمعتي في حقك في الحياه، يعني هذه الحياه راه هي هذيك تتعني الحياه، حياتي الحريه. ايه الحريه؟ يعني هي اللي علاش انت غتبقى اصلا عايش الا ما كانش ما كنتيش انت تدير داكشي اللي في راسك، دير داكشي اللي باغي، داكشي اللي باغي تحقق. انا لا، الا كنتي غتبقى مسجون انا كنتي باغا دير شي حاجه ديرها ديرها. الا كنتي مثلا غترضى بنفسك مثلا غتبقى مسجون، يعني اللهم موت، فهمتي ولا؟ اما الا كنتي مثلا تتبغي الحياه فاكيد انك غتبغي الحريه. فهمتي الانسان اللي تيبغي يكون حي، يعني يقول الانسان تيبغي الحريه، يعني الحريه شنو يعني؟ تتبغي يعني تدير داكشي اللي في بالك، تدير داكشي اللي باغي، داكشي اللي باغي انت تقوم به من اعمال ومن اقوال وياك، وتوجد تثبت نفسك قدام الناس، وانك تبين حتى من الشخصيه ديالك الى اخره الى اخره. وإلا جا واحد منعك باش دير هاد المسائل، يعني راه صافي بحال قتلك، يعني بحال قتلك، بحال راه الى شدك وسجنك راه بحال قتلك. علاش؟ لان منع هاد الحريه ديالك انها تظهر للعلن، وانها تبين المكنونات ديالك. بدأ التعرف المراحل الكبرى التي مر منها نضال الانسانيه من اجل الحريه. جدول تركيبي يبين المراحل الكبرى في نضال الانسانيه من اجل الحريه. شدي النضال؟ النضال هو الانسان تبقى يقاوم، تبقى يدير جميع الامكانيات باش يثبت راسو، فهمت ولا؟ الانسان تيدير مظاهرات، ما خصش يعد منه، ما خصوش يستسلم. فهمتي النضال هو عدم الاستسلام. ان الانسان شنو تيدير؟ قلت لك بحال دابا تيدير مظاهرات، خص يبين حقه، تسمى نضال. المظاهرات تسمى نضال. الكتابه تبقى تكتب مثلا وتنشر في الصحف وتقول اللهم ان هذا منكر، هذا ما خصوش يكون، هذه مزيانه، هذه ماشي مزيانه الى اخره، هذا تيتسمى نضال. انك تتلاقى مع الناس وتفهمهم هذا نضال. انك دير مثلا حزب سياسي او جمعيه الى اخره باش تقوم بواحد الامر ما، هذا نضال. بحال تولس النضال. النضال ماشي تيكون ضد غير ضد هادشي ديال الديكتاتوريه وضد الظلم فقط، لا، تيكون حتى ضد، تيكون مثلا ضد الفقر. ان واحد المنطقه فقيره انسان تيناضل، علاش؟ باش يرجع الكرامه لدوك الناس، وباش يطلع من المستوى ديالو، يرجع من الحق ديالو، باش تتسمى نضال هذا. او مثلا واحد المنطقه ما معينه ما فيها مثلا واحد السياسه عوجه، هذوك الناس في العوض اللي غادي يجيو ويديروا واحد الامر معين ويصلحوا واحد الامر معين هنا، غينفع الساكنه وغادي يرجع بمردوديه على الناس الى اخره، باش قاموا بواحد العمل اخر هنا ياك. فهمتي؟ إذا هذا غادي تنوض غتستنكر هاد المسألة، هذا نضال. الحمد لله. النضال هو أنك بحال الجهاد، الإسلام تسميه جهاد، أنك تتجاهد ديك الأمور، الحمد لله. بمصطلح جديد تسميه نضال. يعني الجهاد ماشي القتيل بالمعنى الترف، هذا داخلة فيه توحد، فيه الكره. أنك تتجاهد نفسك وتتجاهد ناس آخرين، الحمد لله. ولكن أصعب الجهاد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنك تغير نفسك، أصعب وحده.
تما دابا انت باش تغير، الا بغيت تغير هاد المسائل اللي تنهضروا عليها، اول حاجه خاص تغير نفسك حتى الاول، فهمتي؟ لان غيقدر يجي عندك واحد من دوك الناس اللي تيقوموا بهذا الامر مثلا اللي تستنكرتيه وغادي يشريك، ولا ما كنتيش تمجاهد نفسك مزيان يعني غتمشي معاه. الا ما كنتيش قاري، الا كنتيش مجاهد نفسك، راه كاين اللي قارين وما ماشي ثابتين، وكاين اللي ما قارينش وعندهم ثبات، تيقول لك ما يمكنليش ندير هذه المساله، ما يمكنش هذه، ما معقولاش، فهمتي؟ وكاين ناس اخرين قارين وتيقول لكم مالها شنو فيها، وندير انا واحد اخر غيعرفني، يعني هذا ماشي، فهمتي؟ لا يعني هذا تيشوف على نفسه، هذا قاري مثلا، راه كاين موجودين، مابقاش قضيه في القرايه، بقات في الفهم. ياك اذا شنو هي هاد النضالات اللي خدها الانسان منذ القدم؟ فهاد مساله الحريه ماشي غير اليوم عاد وقعت، ماشي هذيك اللي شنا قبيله ديال فلسطين هي اللي كاينه دابا، راه من القديم هاد بحال هاد الحالات موجوده، غير هي تتاخذ اشكال مختلفه، فهمتي؟ ماشي كاع العصور اللي دازت النضال ديالها بهذا الشكل، فهمتي؟ وماشي مثلا كاع العصور اللي دازت كل النضال ديالها بالكتابه في الصحافه في او في الجمعيات او في احزاب سياسيه الى اخره. ياك العصور القديمه كانت هناك مجتمعات، كانت هناك طبقيه، ياك كانت هناك مجتمعات فيها طبقيه، ياك حيث يعني شنو كانت هناك عده فئات محرومه من حقوقها وحريتها، شنو بحال اللي شفنا هذيك المره، كنا شفنا في عهد السومريون، ياك في عهد السومريين وشنو اخر، وفي عهد الفراعنه، عهد الفراعنه وشنو اخر، اذا شنو كنا شفنا، وحتى في عهد الاغريق، ياك اذا شنو كان، شنو كان هذيك المجتمعات، واش كانت كلها واخذ الحقوق ديالها؟ لا. شنو كان فيها؟ شنو كان الاستعباد، كان العبيد، شنو اخر يعني كانت طبقيه، كان الفلاحه بحال اللي شفنا في عهد المصريين ملي تيجيو هذوك الزنوج بالجريد بجريد النخل تيقول لي هاتي الحبوب، ها كيكونش انا الحبوب كياخذ ياخذوه وينكسونه شي واحد كياخذ كل الجوبات يعني معهم جنود، الا ما لقاوش هذاك الفلاح المصري مثلا ما وجدش داك الكم اللي باغين هما اللي غيرضيهم، اذا تيشدوا داك مشي يعذبوه داك الفلاح وتيعذبوه ثم ينكسونه يعني في القناه، ياك الى اخره، يعني كما كان عاوتاني في عهد دوك الدول المدن اللي تكلمنا عليهم ديال السومريون وديال البابليون وديال الى اخره، شنو كان الناس يجبرون مثلا على اداء الخدمه العسكريه، ياك ان الناس تتخاذوا ويؤديوا ديك الخدمه صحه منهم، فهمت ولا لا؟ يعني مجبرون تؤديوا ديك العمل مجبر. اذا من بعد شنو عاوتاني في هاد الفراعنه ديال مصر شنو كان؟ ان كان استعباد ديال الانسان، والدليل على ذلك بحال ديال القصه ديال سيدنا موسى ملي جا عند الفرعون وقال له يعني خلي لي بني اسرائيل يمشيوا معايا، علاش؟ لان كان فرعون تيستعبدهم، وراك القصه راه معروفه. اذا شنو اخر عاوتاني؟ في عهد الاوروبيون يعني قبل الثورات اللي وقعت، ياك يعني كانت هناك اسياد وكان هناك قين، في العوض اللي نقولوا مثلا عبد تنقولوا قين، فهمتي؟ فرنسيه تسمى سيغ. اذا هاد الناس هادو قين اش من لغه؟ باللغه ديال المصطلح ديالهم، هذا مصطلح اوروبي، يعني هذا يعني قديم، ياك قبل ما تطور اوروبا، قبل ما تحيد من الفيوداليه، فيوداليزم بحال بغينا نقولوا حنا، يعني الاقطاع ان تلقى واحد مالك اراضي شاسعه وشاد مالك الناس بزاف كانهم عبيد، ياك عبيد ولا عبيد، فهمتي؟ مخدمون فيه يعني انهم لا حقوق لهم ولا يعني ولا وليس لهم اي اراده، مستعبدين يعني تينفذوا داكشي اللي تعطيهم داك السيد، ولو ان يكون فوق الطاقه ديالهم، يعني خاصهم ينفذوا ديك الامور، داك الاعمال خاصهم ينفذوها ولو انها شاقه الى اخره، ياك ولو انها خارج على الاراده ديالهم. اذا هذه من الامور اللي كانت وقعات. شنو كاين عندنا بعد؟ اذا هما هذه وحده منها، اذا عده فئات هاد المجتمع الطبقيه شنو كان فيها؟ كانت فيها عده فئات محروم من حقوقها وحريتها، كاين الطبقه الحاكمه تتمتع بعده امتيازات، اذا بالمقابل ديال الطبقيه،
ياك، اللي فيها واحد المجموعه ديال الناس اللي محرومين من الحقوق ديالهم. كاينه واحد الطبقه ياك ديال داك الكهنه ديال الملك ديال دوك قاده الجنود الى اخره، هذوك تيتمتعوا بجميع الامتيازات، فهمتي؟ شنو اخر؟ كاين ملي جا الاسلام كانت هناك الدعوه الى تحرير الانسان ونشر قيم المساواه والحريه والتسامح، ياك. والدليل على هذا هو شنو؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم اللي جا والقران يقول هذا، ياك، يدعو الى فك الرقاب. شنو يفك الرقاب؟ ياك، عشان انه فك الجهل. الرقاب يعني يفك الناس من العبوديه. تنعرفوا بان هناك عده عبيد، ياك، يعني ان الاسلام حررهم، فهمتي؟ حررهم من الاسترقاق، يعني ان يعني اعطاهم حريتهم، فهمتي؟ بحالاش؟ بحال سيدنا بلال رضي الله عنه. شكون يفكر اللي حجره؟ شكون يشترى؟ اشترى الرسول. اشترى ابو بكر. ابو بكر اللي اشترى، فهمتي؟ كاين هناك عده عبيد اخرين يعني تم تحريرهم، فهمتي؟ والقران يقول هذا، يعني هناك قصص كثيره، يعني هناك جاريات تم يعني تحريرهن، ياك، الى اخره. اذا شنو هنا؟ الفتره الفيوداليه، هذه من بعد، هذه اللي تكلمنا عليها ديال في اوروبا، ياك. كان هناك حرمان الاقنان، الاقنان هو جمع ديال القن، يعني اشخاص تابعون للاسير يقومون باعمال السخره، يعني بحال العبد، من كل الحقوق، يعني تم يعني حرمانهم من كل الحقوق، ياك. اشنو من بعد عاوتاني؟ كاين العصر الوسيط اوروبا، احتكار الاسياد والنبلاء الامتيازات، ياك، السياسية والاقتصادية والمدنية. يعني اشنو في اوروبا؟ كان هاد الاسياد اللي يتملكوا هاد الاقنان والنبلاء، الناس اللي لاباس عليهم الى اخره، للامتيازات السياسية، يعني هما اللي يكون منهم الرئيس، هما اللي يكون منهم الحاكم، هما اللي ياخذوا القرارات الكبرى ديال الدولة، هذه المعنى ديال الامتيازات السياسية. والاقتصادية يعني هما اللي تبيع ويشتري، هما اللي تترجع لهم الفلوس الى اخره. والمدنية، المدنية يعني هما اللي من حقهم كذا، هما اللي عندهم، فهمتي؟ هما اللي تيتمتعوا بالحقوق المدنية، الحمد لله، يعني عندهم حريتهم، عندهم يقولوا اللي بغاو الى اخره، ياك. هنا عندنا خلال القرن 16 الميلادي، يعني هادشي اللي تكلمنا عليه هنا قبل القرن 16، هنا شنو؟ تمجيد الانسان وتمتين قيم الحرية والمساواة والمبادرة في اوروبا. يعني ان الانسان هنا بدا شنو؟ تمجد الانسان، تيقول بان الانسان هو كل شيء، وتمتين قيم الحريه والمساواه والمبادره. يعني الانسان بدا تينتبه لنفسه، وبدا تقول بان الانسان راه كله بحال بحال، وماشي هذا ما خاصش يكون عندنا العابد، يكون عندنا الاقنان الى اخره، ياك، وبان الانسان راه خاصو ياخذ حريته الى اخره. بدات تدخل هذه المبادئ وهذه المفاهيم، ياك، وبدات تنتشر هذه المفاهيم فين؟ في اوروبا، ياك. اشنو عاوتاني من بعد؟ الاهتمام بالعقل البشري، الاهتمام بالعقل البشري وظهور مفاهيم جديدة تهم الحرية والمساواة مع عصر الأنوار بأوروبا. هذه الوقيتة ديال العصر الأنوار هي الوقيتة اللي بدات تتنتفي خاصة الهيمنة ديال الكنيسة، فهمتي؟ الكنيسة كانت واحد الوقيتة أنها مكبلة العقل ديال الإنسان في أوروبا، تقول لي ممنوع تتكلم في هذه، ممنوع تقول هذه، ممنوع تقول هذه، فهمتي؟ ملي تقول الانسان بان راه الكره، الارض راه كرويه الشكل، تيقول لي انت باغي تكذب الانجيل، يعني باغي تضرب كل شيء في صفر، ياك. اذا بطبيعه الحال غادي يتهم بالكفر وغادي الى اخره الى اخره. اذا هنا تكبير للحريه، فهمتي؟ اذا الاهتمام بالعقل البشري وظهور مفاهيم جديده تهم الحريه والمساواه مع عصر الانوار، يعني خاصه مع الفلاسفه، يعني بداو يبانوا فلاسفه، وبداو تيجتهدوا، بداو يعطيو بعض المفاهيم ديال الحكمه الى اخره، ياك، وتيعطيو بعض التنظيرات، وتيعطيو الاراء ديالهم، ياك، كيفاش خاص يكون المجتمع، وكيفاش خاصو يتبنى، فهمتي؟ من بعد هاد طبيعه الحد، هاد التبلور يعني غادي يتطور هاد الفكر، الحمد لله. الناس ملي غتقول هاد الافكار، الناس اخرين غيلتقطوها ويزيدوا يطوروها،
اذا هذه الافكار غتبدا تبان وغتمشي في الاتجاه الصحيح، شنو غيوقع؟ غتقوم الثوره الامريكيه والثوره الفرنسيه، هذه في 76 1776 وهذه 1789، هي راه متقاربه نشتيهم. وصدور اعلان حقوق الانسان، يعني من بعد منا غيصدر اعلان ديال حقوق الانسان، بان الانسان ها شنو خاصو يكون عنده، ها شنو خاصو يكون عنده، فهمتي؟ وماشي من حق شي انسان اخر انه يتدخل فيه ويملكو ويمنعو الى اخره. اذا هنا عاوتاني صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان هذه في 1948، يعني حتى لهنا تاسيس منظمات وهيئات دوليه مهتمه بحقوق الانسان. ولكن حتى هذا المسار اللي شفنا دابا اللي سردنا اهم المعالم ديالو ياك، يعني واش في نظرك بان الانسان دابا توصل انه ياخذ الحريه اللي بغا ويقول اللي بغا ويتكلم باش ما بغا باش بغا ياك؟ واش في نظرك هذا الشيء موجود دابا؟ لا. علاش؟ شنو الدليل؟ كان اللي حابه كان الحاكم كيبغي شي يخليه يطلق الفكر ديالو. ها؟ كاين شي ناس كيبغيو يخليو شي لا شي مظاهر اللي تبين هذا العكس ديال هذا الشيء، اللي مازال تبين بان هذا الامر مازال باقي مازال في طور الانجاز. شنو بحالاش؟ تعطي شي مثال. مثال من الواقع. بطبيعة الحال المثال الواقعي هو هذا. شنو هو؟ فلسطين اللي حد الان راه باقن محاصرين. ايه فهمتي؟ اذا هذا يعني الانسان رغم هاد حقوق الانسان ورغم هاد الامور كلها، يعني هاد الشيء راه باقي عندنا ياك؟ ثانيا هاد الحرب الاخيرة اللي موجودة على سوريا، موجودة على العراق الى اخره. مازال محبسات. اذا تتبين بان القمع ديال الناس وبان المسلمين يعني مضطهدين، مثلا في بورما الناس مضطهدين وتيتقتلوا وتيتحرقوا ياك، وتيتقتلوا لهم ولادهم ويتقتلوا لهم عائلاتهم ياك. اذا هذا الشيء مازال موجود، فهمتي؟ لا يعني تيبغيو هذوك الناس يفرضوا عليك الفكر ديالهم، تيقول لك دخل البوذيه ولا غتقتل. مثلا في سوريا تيقول لك دخول تكون شيعي ولا غتقتل، فهمتي؟ لا اذا الشيعه تما بخصوص، ماشي تنقول جميع الشيعه، كاين الشيعه الشرفاء، فهمتي؟ يعني ولكن هادو تيجيو من ايران تيقولوا للناس تما، يعني تيفرضوا عليهم الفكر ديالهم ياك، والا سيقتل ياك ولا لا. هذا مثال. اشنو اخرى عاوتاني؟ مازال عندنا دول ان تقمع المظاهرات ياك، ان مثلا جمعيات تتحبس، ما تعرفوا الفكره ديال الجمعيه تيقول لا هذيك ما قريباش لينا، ماشي غاده معنا في الفكر ديالنا، خاصنا نمنعوها. عندنا شنو؟ عندنا صحافه ياك، وحتى مثلا هاد امريكا اللي تنتكلموا عليها دابا، يعني تي دارت هاد النسبات، هاد النسبات ليها فرنسا هدات ليها تمثال الحريه. هاد امريكان اصلا راه قامت على اباده واحد الشعب قداش ناوى ديال الهنود الحمر اللي كانوا الاصليين ديال امريكان، كلهم تبادوا كلهم تقتلوا باش امريكان ولات في هاد القاره. كريستوف كولومبوس ملي جا تيقولوا بان هذا كريستوف كولومبوس شنو كانت الرحله ديالو؟ عنده واحد الهدف ديال حرب صليبيه. المهم هاد كريستوف كولومبوس اللي مشى لامريكان وجاو الناس تبعوه من اوروبا الى اخره، شنو لقاو تما؟ راه لقاو الناس راه لقاو سكان اصليين، راه لقاو واحد السكان تما في امريكان. واش امريكان كانت خاويه؟ لا. ملي جاو هاد الاوروبيين وسكنوا امريكان، جا لخص لنا مفهوم الحريه. الحريه قيمه تعكس استغلال المرء في سلوكه وتصرفاته. وهي حق غير قابله للتفويت، لأنه حق الإنسانية في الحرية كحقه في الحياة. لأن حق الإنسان في الحرية كحقه في الحياة. المراحل الكبرى اللي مرت منها يعني هاد النضالات من أجل الحرية. لم تكن الحرية وليدة الصدفة، وإنما نادى الإنسان من أجلها عبر مراحل تاريخية. يعني أن هاد الحرية ما كانش يعني وليدة الصدفة، ماشي جاتها هكاك، ولكن راه الانسان عبر العصور انه ناضل من اجلها. وتطلبت منه تضحيات جسيمه. يعني تطلبت منه واحد التضحيات جسيمه، يعني عند الانسان ادى الفاتوره. زيد بحال هاش جرحى. يعني في الجرحى معطوبين، يعني الناس تعاطبوا. شنو معطوبين؟ معطوبين كاين اللي تهرس، كاين اللي تفصل، كاين اللي كل واحد وكيفاش. موتى كاين الناس اللي ماتوا. معتقلين كاين الناس اللي تشدوا في الحبس. هذه من المسائل اللي ادى الانسان يعني في سبيل انه ينال هذه الحريه. هنا الحريه هي اصل وجود الانسان وديتيته واقرارها ياك، لم يكن وليد الصدفه بل كان نتيجه صراعات ونضالات انسانيه عبر عصور متعدده، بحال هادشي اللي قلتي دابا.
بعض النصوص ياك اللي تتاسس لبعض المبادئ ديال الحريه. بحالاش؟ بحال قوله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. قال لهم امتى مشيتوا تدرتوا الناس عبيد والامهات ديالهم ولدتهم احرار؟ ياك ياك الامهات ديالهم واش ولدتهم عبيد؟ كيفاش نتوما تترجعوا عبيد ياك؟ قال لهم اش من وقت يعني تسمح لكم باش تخليوا الناس عبيد والامهات ديالهم ولداتهم احرار؟ هنا يتمتع الرجل والمراه على قدم المساواه بالحقوق والحريات المدنيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والبيئيه. تسعى الدوله الى تحقيق مبدا المناصفه بين الرجال والنساء، يعني ان المراه هنا بحالها بحال الراجل ياك، على قدم المساواه بالحقوق والحريات المدنيه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه ياك، يعني بحال اللي عند المراه بحال اللي عند الراجل. ولكن هذا الشيء في كثير من الجدل، عرفتي علاش؟ لان مثلا حنا دابا المشكله اللي كاين هو تقول لك مثلا خاصنا البرلمان او خاصنا اي اداره معينه مثلا في الدوله ياك، ولكن لنفرض مثلا هذيك الاداره او هذاك البرلمان ياك مقدم له واحد العدد ديال الرجال ومقدم له واحد العدد ديال النساء ياك، تيقول لك سيدي خاصنا ندخلوا قد النساء قدهم قد الرجال في ذاك البرلمان او ديك الاداره. ولكن الا كانوا عندنا 20 راجل من ضمن واحد المجموعه كلهم اكفاء، شنو اكفاء؟ يعني الناس عندهم افكار جيده، ناس تيجتهدوا مزيان، وعندنا في الجانب ديالهم واحد العدد معين ديال النساء ما واصلش ديك الدرجه، واش غندخلوا هاد الرجال صح نديروا لهم النصيب ديالهم مع هاد الرجال؟ لا، يعني نورمالمون خاص هاد الناس اللي اكفاء هما الاولين، فهمتي ولا؟ او مثلا عندنا واحد المجموعه ديال الرجال ناقصين في العقل ديالهم، وعندنا واحد المجموعه اكثر منهم ديال النساء، وكان ممكن ان لا مشينا تا يعني احتكمنا العقل والكفاءه غيكون داك المجلس كله مكون نساء، واش صح غندخلوا معاهم هاد الرجال؟ هاد الرجال فيهم مثلا الناس يعني باغين، كاين اللي ما باغيش يخدم، كاين اللي الخدمه ما قادرش لا، او انه ما عندوش تكوين معين الى اخره، والصحة غندخلو مع هاد الناس اللي هاد العيالات اللي مكونات. اذا شنو المساواة الحقيقية؟ شنو هي؟ وهو ان تكون عندنا الكفاءة بدون تمييز، فهمتي ولا؟ اللي عنده الكفاءة يعني المساواة في الاختيار، ولكن الكفاءة هي اللي تغلب. اللي عنده الكفاءة اكثر، مرا اكثر من راجل الكفاءة تدخل، راجل اكثر من مرا في الكفاءة يدخل، ما عندناش الغرض في العدالة. يعني الفكر أكثر يدخل. إذا عنده تكوين وعنده بزاف ديال المسائل ياك عقلية إلى آخره، أنه يدخل. يعني اللي غينفع المواطن، اللي غينفع البلاد أكثر. ولكن المشكلة اللي عندنا حنا أننا دابا تنقلدوا ديك الديمقراطيات ياك، ولكن بطريقة عوجاء. الحمد لله. يعني خاصنا غير العداد. خاصنا قد الرجال قد العيالات. وهذا خطأ. في نظري أنا تيبان لي خطأ، الحمد لله. علاش؟ لأننا نقدروا ندخلوا عن طريق هذاك العدد غيدخلوا ناس غير اكفاء. واخا العدد رجال ولا نساء كبار ما ينفعش، غنلقاو فيهم ناس دخلوا غير باش نكملوا بهم العدد، يعني رغم انهم ما عندهمش الكفاءه وداخلين فقط باش نديروا نقولوا احنا راه عندنا، هانتوما احنا حزب، احنا عندنا قد العيالات، عندنا او عندنا واحد النسبه ديال العيالات في الحزب، فهمتوا؟ ما عندهم قضيه في الذكاء، خاص يكون الذكاء، خاص يكون التكوين، فهمتوا؟ لا هذا هو اللي مهم، خاص يكون التكوين، هذا هو اللي مهم. كيشوف العدد، كيشوف العدد، ولكن حنا تمشيو مع التقليد، فهمتي المشكلة اللي كاينة؟ إذا هذا من جهة. إذا تسعى الدولة لتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، هذه شوية فيها نظر، وخاصة تعرف أن هذا راه مقتطف من الفصل 19، يعني راه مقتطف من الدستور هذا ديال 2011. ولما كانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد تعهدت بالعمل على ضمان تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات ياك، هذا شنو هو؟ من ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948. يعني هذا النص راه من نص آخر أكبر مكتوب إمتى؟ 1948. الديباجة يعني داك بحال بغيت نقول التهيئ أو شي حاجة، شنو نسميو حنا؟ التهيئ، التمهيد ياك ديال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ياك. ولما كانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد تعهدت بالعمل على ضمان تعزيز احترام حقوق الإنسان وحريات الأساسية وحرياته الأساسية، ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات،
يعني انا تيتكلم على تيتكلم هنا بطبيعه الحال الكلام غير مكتمل هنا، يعني تيتكلم على ان الدول الاعضاء ياك بالامم المتحده شنو ان تعهدت باش تضمن احترام حقوق الانسان. هذا النص هذا توحي لنا بتعهد هذوك الدول الاعضاء اللي هما خمسه الدول في الامم المتحده هما الرسميين فهمتي، والكبار هما اللي عندهم حق الفيتو الى اخره. هذوك الدول الرسميه اللي كاين في الامم المتحده ياك هادو تعهدوا على ضمان تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات ديالو الاساسيه، يعني ان حقوق الانسان كما هي من حق الانسان يفكر ويقول وكذا الى اخره، هذه كلها حنا متعهدين باش نحميوها فهمتي، وبان التقاء الجميع على فهم مشترك لانهم فهموا بعضياتهم بانهم متفقين داكشي ماشي واحد فارض على الاخر هذا الراي او هاد البنود اللي كاينه في هاد الاعلان هذا ياك. ولكن امام هادشي اللي تنشوفو حنا اليوم واش كاين شي احترام لحقوق الانسان؟ دابا هاد امريكان وروسيا هادو اعضاء مهمين في الامم المتحده، فرنسا الى اخره، ولكن ها هما تنشوفوهم اليوم يعني ما كاين لا حقوق الانسان لا والو فهمتينا. يعني ملي تيموت ليهم هما شي واحد اوروبي او يموت شي واحد من شي دوله اوروبيه تيقيموا الدنيا ولا يقعدونها، ولكن ملي تيموت شي مسلم بحال هاني ما كاين حتى مشكل، يموت طفل عادي مسلم ماشي مشكله فهمتينا. ملي تيموت عندهم شي واحد ولا شي طفل تيغوتو تينوضو الصداع وتيديروا المسيرات فهمتي ولا مسلم كثر. وحنا عندنا حنا ما عندنا ما تديوهاش فينا، حنا يموت تاع الشعب كله ما كاينش اللي تيديه فيه فهمتي ولا. في العراق جد المليون الزايده ديال الاطفال كلها ماتت، شي واحد ساقين الخبار حتى واحد ما تديه فيهم. في سوريا الان شحال ماتوا ديال الناس، هما دابا في حلب في العراق في الموصل الى اخره ماتوا مجموعه ديال الناس وتهجروا وتشتوا العائلات على بعضياتهم، الولد مشى لجهه. في اوروبا شحال ديال الاطفال دابا تيمشيو لوالديهم تيعرفوهمش يمشيو فهمتي ولا. يعني الاب الابناء تيمشيو لوالديهم وتيتفارقوا، الاخ ما يعرفش خوه الى اخره، يعني مشات لامدين غير معلوم فهمتي. شكون اللي تيتسوق لهم؟ حتى شي واحد. واش هذه كاين شي حقوق الانسان هنا؟ يعني فقط هاد المعادات تيديروها بيناتهم هذوك الدول الكبرى يعني باش يرضوا بعضياتهم فقط، يعني تيشوفوا لبعضياتهم هما الاولين فهمتي ولا. من حيث المبدا هذا ما لا يعني باننا تنكروا هاد المسائل اللي كاينه هنا فهمتي ولا، لكن تنكروا التطبيق ديالو. هادشي اللي كاين هنا راه مزيان فهمتي ولا، هادشي اللي كاين هنا راه مزيان تعرفوا، ولكن المشكله ديالو هو دوك الناس ما تيطبقوش هادشي فهمتي. المشكله فين كاينه؟ اذا هنا استخلص من النصوص بعض المبادئ التي تنظم الحريه الانسانيه، وقارب النصوص تستخلص قيمات الحريه الانسانيه. تقوم الحرية على نبذ العبودية ومساواة واحترام حقوق الإنسان، كما تنظم بقوانين الوطنية والدولية. إذا تقوم الحرية على نبذ العبودية، هي أول حاجة أنها تترفض العبودية، أن واحد يستعبد شخص آخر فهمتي. بحال اللي كان سائد في العرب حتى دابا راه باقي بعض الدول بحال موريتانيا راه باقي فيها فهمتي. يعني كاين عاوتاني احترام حقوق الإنسان فهمتي. الان راه باقي العبوديه، باقي انسان يستعبد واحد اخر، يعني تيملكو بحال الشكل اللي كان شحال هذه. كما تنظم شنو هي القوانين الوطنيه ياك، القوانين الوطنيه والدوليه. يعني اشنو تنظم شنو؟ كما تنظمها القوانين الوطنيه والدوليه، يعني دابا هذه الحريه ولات تنظمها قوانين معينه فهمتي ولا. هذه القوانين معينه باش تبقى ديك الحريه عندها معنى، ماشي ولا تولي الحريات تتجاوز الحدود ديالها، ما تبقاش حريه ديك الساعه. ملي تيولي الانسان انه يدير اللي بغا وكذا وبانني انا حر، تتولي تقيس كل واحد يمشي زبلان حر. اذا الحريه ديالك انت تنتهي عندما تبدا ياك حريه الاخرين. هنا الوثيقه جوج خطاطة، عندك هنا الحريات الفرديه والجماعيه. اولا الحريات الفرديه، الحريه الفرديه ديال الانسان بوحدو، عنده الحريه الشخصيه، الحريه اختيار العمل، هي العمل اللي عجبو ياخذو، حريه التملك يملك اللي يبغى، حريه التجول يتحرك فين بغى، حريه الاعتقاد انه يامن باش ما بغى ياك، يعني اللي بغاه يتبعك ما تقولش لي انت انا تتابع على هذه الدوله، خاصك ما تمسش عباد الله ياك. الحقوق المدنيه، كاين حقوق مصالح الافراد ياك. هنا كاين حريه الجماعيه، حريه الجماعيه يعني مجموعه ديال الافراد، كاين حريه الراي، مثلا الناس عندهم جريده او عندهم واحد الجمعيه عندهم الحق يقولوا الراي اللي بغاو، حريه الصحافه بحال اللي قلنا دابا، حريه تاسيس الجمعيات يعني غدير واحد الجمعيه من حقك ديرها، حريه الانتماء الى حزب او نقابه، يعني غتنتمي لشي حزب الله يعاونك،
تنتمي للنقابة الله يعاونك. حرية المشاركة في الانتخابات، بغيت تصوت صوت، ما بغيتش تصوت شغلك هذا، بغيت تصوت عاوتاني على هذا صوت، بغيت تصوت على آخر صوت. الحقوق السياسية أنك بغيت تكون في هذا الحزب، بغيتي تترشح إلى آخره. هنا كل شيء هادشي كله تيلتاق في تحقيق مصالح الجماعات، وكل شيء غيرجع للأفراد. هادشي كله علاش هاد الصحافة وكذا؟ راه من أجل الفرد، فهمتي؟ والشخص بطبيعة الحال حتى هو عنده حقوق ديالو، بطبيعة الحال الحريات الفردية كلها تتصب في مصالح ديال الأفراد، فهمتي؟ إذا ديك الحريات الجماعية مجموعة 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 كلهم عندهم واحد الحقوق معينة تتصب لصالح الفرد، وهاد الحرية الفردية تتصب لصالح الفرد. طف من إعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تلاحظنا كاين المادة الأولى يولد جميع الناس أحرارا وتساوا في الكرامة والحقوق، ياك؟ لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دون ما تمييز إلى آخره. يعني في واحد مجموعة ديال الفقرات، ياك؟ في مجموعة ديال البنود أن كلها تتكلم علاش؟ على حقوق الإنسان، من حق الإنسان، من حق الإنسان، من حق الإنسان، فهمتي؟ لكل حق، لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ياك؟ هذه مسائل كلها يعني الناس اتفقوا عليها، وهذاك الشيء يعني بحال داك الشيء اللي جا الاسلام. الاسلام حتى هو تيعطي هذه الحريات للانسان، ياك ولا لا؟ فيعني تيقول لك لا اكراه في الدين الى اخره، ياك؟ لا اكراه قد تبين الرجل من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الى اخره. ان لست علينا بمسيطر، انت يا رسول الله ماشي مسيطر على عباد الله، يعني فذكر انما انت مذكر، لست علينا مسيطر. وريهم الدين، صافي، وري الناس الحقيقه وخليهم، ما راه داكشي اللي في وسطهم هو اللي غادي، هو اللي غيبان، هو اللي غادي. كل كاس بما فيه ينضح. حدا بواحد الكاس الا كان فيه الماء واش غادي يكون حار؟ ما يمكنش، لان فيه الماء. وواحد الكاس مثلا فيه شي حاجه حاره واش غتكون حلوه ملي غتذوقها؟ كل كاس وشنو فيه. حتى الانسان الفيه كل حاجه، وكاين الانسان اللي زوين غتخرج منه مسائل زوينه، غادي يسمع هذا الفكر غيتبعو، وكاين مسائل اخرين الناس اخرين هو طبعه خيب، طبعه خيب، وخد تقول له الحوايج الزوينه ما غيتبعهمش. فذكر انما انت مذكر الى اخره. هذه بنود كما قلنا تكلمنا دابا، يعني سطرها الانسان يعني بالاجماع، باجماع عالمي في شخص الامم المتحده، ياك؟ اذا وعلنوا على هذا الميثاق. هذا الدول الديمقراطيه اللي تقول انا ديمقراطيه خاصها تاخذ بهذه البنود. وتشكل الحريات بكل أنواعها الفردية والجماعية. الحرية بكل أنواعها الفردية والجماعية. محور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة يوم 10 دجنبر 1948. 10 دجنبر 1948 فين تسطر هذه الإعلانات. هنا واحد نص صغير، كان السجين بيدرو، ياك؟ يرى في نظام السجن أداة تعذيب السجناء وإهانتهم ماديا ومعنويا بدل تأهيلهم نفسيا واجتماعيا. ويتعرض السجين حسب بيدرو لشتى أنواع المعاملة القاسية والحرمان، لكل أنواع المعاملة القاسية والحرمان من أبسط حقوقه بصفته إنسانا، ياك؟ يعني هذا السجين لشتى أنواع المعاملة القاسية والحرمان من أبسط حقوقه بصفته إنسانا. وفي أحد الأيام زارت السجن لجنة لتفقد أحوال السجناء وبدأت تستجوبهم عن ظروف الحياة في السجن. فتقدمت بيدرو وهو حائر متردد، هل أقول الحقيقة أو أقول ما أملي علي من طرف مدير؟ هل أقول الحقيقة أو أقول ما أملي علي من طرف مدير السجن؟ إذن هذا بيدرو تعيش في واحد السجن، ياك؟ ولكن يعني كان تيتعذب وكان ياك وتيتهان الى اخره، ياك؟ معنويا ونفسيا الى اخره. اذا ملي غتجي واحد الجمعيه غادي تزور داك السجن باش تشوف الحاله ديال السجناء كيفاش معمولين، كيفاش معمول عندهم، ياك؟ يعني بغات تشوف الحاله ديال السجناء كيفاش عامله، واش مزيانه، واش تيتهلاو فيهم الى اخره. اذا ولكن المدير ديال السجن شنو دار على هذوك الناس؟ وقال لهم شوفوا ملي تجي هذه اللجنه قولوا لهم احنا عايشين بخير ورحنا مزيان وما خاصنا حتى خير. ولكن هو الحقيقه العكس، هو بالعكس كان يتعذب الى اخره. ملي غتجي هذه اللجنه شنو غيقول؟ واش غيقول اللي قال لي المدير ديال السجن، ولا يقول الحقيقه؟ شنو في نظرك؟ نقول الحقيقه. علاش؟ تعرض لشتى اشكال مس
بكرامتي تتمثل في التأديب ومعاملتي القاسية والحرمان من أبسط الحقوق بصفته إنسانا الذي يجب عليه قول الحقيقة مهما كلفه ذلك لأن تقييد حرية السجين لا يعني حرمانه من حقوقه. إذن إلا حبسنا هذاك السجين ومنعناه من الحرية جزاء واحد الأفعال مثلا قام بها، إذن فهذا ما يعنيش، هذا ما تعنيش بأننا خاصنا نحرموه من الحقوق ديالو، فهمتي لا؟ فمثلا في الدول المتقدمة تتلقى السجين أنه تتلقى الرعاية، تتلقى التثقيف، تتلقى التكوين، تتلقى بزاف ديال الحوايج، فهمتي لا؟ أنه ما تتهانش، أنه تتقدر، أنه ولكن غير هما تعاودوا يفهموا ويعاودوا يعني يمحيوا ديك النظرة السيئة ديالو، يحاولوا يتفهموا الأوضاع ديالو إلى آخره، ويحاولوا يوجهوه باش ما يبقاش يطيح في نفس الخطأ، فهمتوا ولا؟ إلا ناض سرق خاصهم يكونوه باش مرة أخرى ما يسرقش، إلا قتل خاص مرة أخرى ما يقتلش، ياك ولا لا؟ إلى آخره. وخاصهم يشوفوا الظروف النفسية ديالو، علاش دار داك العمل؟ واش هو كان مجبر؟ فمثلا حتى في الإسلام عندنا معروف بأن مثلا السارق تقطع يده، ياك؟ ولكن في عهد عمر بن الخطاب ملي كان عام الرمادة، ياك، الناس ولاو جيعانين، الناس ما لقاوش ما ياكلو، واش غينوض يطبق حد السارق على داك السيد اللي يسرق؟ هو مسكين تيسرق خبزة باش ياكل، ما لقاش، نوض تسرق على حاجة، على حاجة، هذا هو المشكل، فهمتي؟ بعض الحالات هذاك السيد اللي سرق راه خاص يتحاكم السيد اللي مسؤول عليه، فهمتي ولا؟ مسؤول ديال المدينة أو ديال ديك لا ريجيون أو ديال يعني هذوك المسؤولين اللي مسؤولين عليه، علاش ما وفرتوش لهاد السيد واحد الظروف معينة من العيش، ياك ولا لا؟ إذا بطبيعة الحال هذا الإنسان تيكون هو مجبر يقوم بشي أعمال، بطبيعة الحال حنا ماشي تتبرع كلشي، فهمتي؟ هي كيما كان الحال الانسان ما خاصوش يتفادى الاخطاء، فهمتي ولا؟ ما خاصوش يظلم الاخر، تاخذ ليه حقه او تسلبوا الحياه ديالو الى اخره. ولكن كاين الناس ما تيكونش عندهم هذا الفهم. اذا شنو خاص المجتمع وخاص الدوله الى اخره بجميع المؤسسات ديالها انها تقوم بالتكوين ديالو. ومن اهم المؤسسات شنو؟ كاين المؤسسه السجنيه. فمثلا كاين بعض الدول دابا كاين بعض الدول في اوروبا ما بقاوش عندهم السجناء. هذا اش يعني؟ يعني بان هذوك المجرمين انتفوا، ما بقاوش. علاش؟ لان المجتمع وصل واحد الرقي، وصل واحد المستوى عالي من التفكير، ياك، والناس ولاو عارف الوضعيه ديالهم، زائد توزيع العادل للثروات. فمثلا تلقاو مثلا رئيس من الرؤساء، وزير من الوزراء، ملك من الملوك مثلا في اوروبا او غيرهم، تيعطيه واحد البريم، فهمتي؟ يعني تيعطيه واحد المكافأة وما تيقبلهاش، تيقول لي مسمحوا لي انا عندي هاد الفلوس اللي عندي دابا راه كافياني، هادوك الفلوس ما عندي ما ندير بهم، خليوها للمجتمع، هادشي كافين. هاد الناس راه وصلوا لواحد المستوى كبير من الوعي، ماشي بحال عندنا حنا مثلا باقي ناس عندهم يتحرق ما يتم ومازال مازال طامعين في الناس اللي قل منهم، الحمد لله. اذا بطبيعة الحال غيكونوا عندنا المجرمين، وغيكونوا عندنا الناس اللي خارجين الطريق، وغيكونوا عندنا، اذا فخاصنا نسويو هذه الوضعيه بطبيعه الحال، وخاصنا نكونوا هاد السجناء باش يخرجوا نافعين للبلاد، الحمد لله، ماشي يخرجوا اكثر من دابا حنا تنشوفوا المجرم اللي تيقول راه خرج ولد فلان، راه خرج حداه معاه، يعني راه عارفين خرج خطر ولا خطر من اللي كان. هذا هو المشكل اللي عندنا حنا دابا في العوض، اللي غنكونوا هذاك السيد ويخرج يعني عنده حرفة، عنده تكوين معين، تيخرج أخطر ما يكون من على المجتمع. علاش؟ حيت ملي تمشي المؤسسة السجنية تتكون ظروف أخرى أنه يستافد من السجناء اللي قبل منه، وتيقول هادشي اللي درت أنا كيف والو، فهمت ولا لا؟ وتيخرج أكثر منهم. كما تكلمنا من قبل على الحرية فعبر التاريخ، ياك، وملي بدا الإنسان منذ البداية ديالو، يعني كان الإنسان من أهم الأمور اللي كانت يسعى عليها هي الحرية، وكانت بطبيعة الحال كانت هي مشكلة، الحمد لله، وخلقات من بعد خاصة في العصر ديالنا،
يعني بطبيعة الحال هو تلقى بزاف ديال المشاكل عوائق، يعني الناس اخرى الناس ما تيخليوكش دير اللي بغيتي، الحمد لله. فمثلا تكلمنا من قبل كنا تكلمنا على الثوره الفرنسيه والثوره الامريكيه، فمثلا الثوره الفرنسيه، الثوره الفرنسيه ملي وقعت ياك خاصك تعرف بان الدول الاوروبيه كل ديك الساعه كلها ناضت ضدها، كلها تكالبت عليها، الحمد لله. ما بغاوهاش تطلع ديك الثوره. شكون هاد الناس اللي طلعوا ويجيو بهذا الفكر الجديد التحرري؟ الحمد لله. اذا ما قبلوش ديك الثوره، ولكن بالتكافل ديال دوك الفرنسيين وبالتكافل ديال الشباب ديالو وبالتعاون ديالهم انهم قبلوا، انهم قدروا يواجهوا ديك العراقيل، فهمتي ولا لا؟ يعني جاتهم جيوش، جاتهم بزاف ديال الامور اللي بغات ترجع داك العهد القديم ديال اللي فيه العبوديه وفيه فيه الاكراه ديال الانسان وفيه بزاف ديال الحوايج ياك اللي ما تيقبلهاش الانسان. ولكن الفرنسيين يعني انهم شدوا من بعضياتهم وتكافلوا ياك وقاوموا ديك ديك العراقيل اللي كانت اللي تصدات لهم، الحمد لله. كاين بزاف من حيث المبدا الحريه اي انسان تيبغيها وضروريه لاي انسان، فهمتي؟ ولكن خاصنا نعرفوا بان القوانين راه حتى هي تتخنق الحريه، فهمتي؟ القوانين اللي تتكون، فمثلا انت غادي مع هاد الطريقه هي تيقول لك هاد الطريق راه انتيردي، خاصك تدور من ليه وترجع بهاد الجهه، تدي على هاد الجهه ما تمشيش لهاد الجهه. اذا هادي واش ما تتعرقلكش انت؟ تتعرقلك. ولكن هاد القانون ماشي بحال العرقله ديال الاخرى اللي كنا نتكلموا عليها. القانون تيصب في المصلحه ديال الجميع، حيت هاد العرقله اللي عرقلاتك انت راه مصلحتك انت ملي غتكون جاي، حيت انت الا مشيتي دابا مره اخرى ملي غتكون جاي من هنا غيجيك واحد اخر غيتلاقى بك وتصطدم به، اذا ماشي من مصلحتك. اذا هاد العرقله البسيطه اجل المصلحه ديالك، هاد العرقله البسيطه هي الكل شيء. كاينه واحد شويه ديال العرقله في القانون ياك، يعني انه بحال تيصفي ديك الحريه، ما تيقول لك بان هاد المساله ماشي كلشي حر، ماشي كلشي حريه، لا راه كاين شي مسائل خاصنا نستثنيوها من هاد الحريه، فهمتي ولا لا؟ والناس تيتفقوا بيناتهم، تيقولوا خاصنا نديروا هاد البلاصه تجيب وما تديش، فهمتي؟ هذا غير مثال، وزيد على هاد المسائل كلها هادشي اللي واقع في المجتمع. فمثلا تيقول لك مثلا خاصك تعطي الفلوس، تيقول لك دفع ضريبه، اذا انت تدفع ضريبه الاخر يدفع ضريبه، هذه تيرا فيها الاكراه. وانا سيدي ما بغيش نعطي حريتي، ما بغي غادي ديولي ما بغيش نعطي، هذه حريه. ولكن ضروري خاصك تدفع ديك الضريبه، علاش؟ لان المجتمع بدون هاد الضريبه ما يمكنش يمشي، الحمد لله. اذا هذه قوانين، هذه داخله في القوانين، الحمد لله. مثلا جيتي انت ولقيتي هاد الارض، جيتي وبغيتي تبني هنا، تيقول لك رصا هاد البلاصه راه مخصصه مثلا غير المصانع وكذا، وشتك انت ما خلصتيش القوانين ديالها، جيتي وغادي تبني. اذا اشنو هو؟ الا ما كانوش القوانين غتكون سيبه، وغينوضوا الناس يبداو يضربوا، لا انا اللي جيت لا انت اللي، ويعني غتوقعش لا غتلقى توقع السيبه، غتلقى الفوضى، فهمت ولا؟ يعني غتوقع الفوضى. اذا هاد القوانين هي تضبط هاد الحريه. اذا القانون من اجل المصلحه ديال الكل. وهاد القوانين تناقش، تيقولوا بان خاصنا نطوروها بقوانين اخرى، علاش؟ لانها تعرقل هاد المشي، تعرقل واحد المؤسسه تما، فهمت ولا؟ هاد القانون خاصو يتناقش او يتعاد فيه النظر، علاش؟ لانه هالمشاكل ديالو، هالمشاكل ديالو، هالمشاكل ديالو، علاش ما نديروش قانون اخر تيأدي نفس المهمه ولكن تنقص من هاد المشاكل الاخرى، وتتعاد النظر في ديك القوانين، فهمت ولا؟ ومن اهم ديك القوانين مثلا الدساتير، ومنها مثلا قوانين تتنظم سواء الجماعات او المدن او الجهات الى اخره، او قوانين ديال الاحوال الشخصيه، او قوانين ديال السير، او قوانين، فهمتي ولا لا؟ يعني هذه مسائل مهمه. هذا مثلا خدينا غير القوانين ديال السير، فمثلا تلاحظوا حنا مثلا مؤخرا كانوا داروا بان الطرقات غتكون فيها كاميرات وكذا وكذا، مزيان ياك ولا لا؟ ولكن ما تطبقاتش، تصرفات فيها مثلا فلوس وما تطبقاتش. في دول اخرى ما تتعرف، تتكون غادي انت ما عليك ما بك، تتقول انت ما تيشوفني تيش واحد هنا، راه نسرع، ملي تتسرع تمشي للدار تجيك الخطيه. ديما انت تبقى مراقب راسك، فهمتي ولا؟ ما تعرف، ما تعرفش شكون اللي حاضيك، فهمتي ولا؟ مثلا في الدول المتخلفه ما كاينش هاد، وتوقع ملي تيجيو يلقاوك مثلا تيشدوك، بالعكس تيديروا لك ناس تيتعرضوا لك من تيشدوك، انت فلان صافي صافي هادو ديالنا انت، الاخر اخر لا شدوا هذا، فهمتي ولا؟ اذا هذه ماشي قوانين، فهمتي ولا؟
إذا حنا القوانين اللي باغي نضبط هاد الحريات شناهي هي اللي تكون على كل شيء، تضبط جميع الناس بدون استثناء، ما كاينش فلان ولا فلان، فهمتي؟ إذا هذا هو اللي كاين في الدول المتقدمة، تتلقى بحال الرئيس بحال لي بحال المواطنين، فهمتي ولا؟ إذا هذه مسائل يعني فيما يخص الحرية اللي وصلوا لها ناس ومازال ناس اخرين ما وصلوش ليها، وحتى دوك الدول اللي عندهم الديمقراطية ولا عندهم الحرية تيخنقوا شعوب أخرى، سببا بأن دول عندنا مسلمة من حريتها أنها تطور نفسها، دول الدول بمجرد أنها تتاخذ الخطوات الأولى في اتجاه التنمية ديال البلاد ديالها وفي اتجاه التطور تتجي عرقالة منين؟ من عند هاد الدول اللي عندها الديمقراطية، فهمتي ولا؟ أخطر التناقضات أيضا ديال هاد الحرية أنك تلقى دول عندها تمثال بحال هذا تمثال الحرية أنها تتساند الصهاينة، تتساند الإسرائيليين، تتساند الكيان الصهيوني اللي غاصب الأراضي ديال هاد الناس، ياك ولا لا؟ إذن ها هما الناس تيحتفلوا بالحرية وتيقول حنا عندنا الحرية وحنا بلد الحرية والديمقراطية كذا، ولكن تيساندوا واحد الأخطبوط تيستولي على الأراضي ديال المسلمين، فهمتي ولا لا؟ هذه مشكلة، هذه تناقضات، يعني الإنسان تبقى ناقص في سبيل أنه يوصل لهذا الكنز وهذا الجوهر الحقيقي ديال الإنسان اللي هو الحرية. الخاتمة: لا تزال البشرية إلى يومنا هذا تناضل من أجل الحرية باعتبارها قيم إنسانية أساسية للحياة والتمتع بباقي الحقوق والحرية بشكل متساوي وبدون أي ميزان عنصري. وبدون أي ميزان عنصري، يعني ما خاش الإنسان يميز بعضياته في التمتع بالحرية، مش تقول أنا إنسان من حقي نتمتع بالحرية وأنت مثلا أسود مش من حقك الحرية ديالي. أنا بحالي توقع في أمريكا الآن السود مثلا لا زالوا يعني يعانون من هذه المشكلة، ياك؟ وكذلك كما باقي توقع في دول النيت عربية بحال كما قلنا موريطانيا لحد الآن راه باقا فيها الإنسان تيمتلك إنسان آخر، ياك؟ ومازال العبودية ومازال الناس تما وجمعية تناضل من أجل يعني الخروج من هاد المشكلة. هذا كما حدث أو كما تيحدث أيضا في كثير من الدول العربية إلى آخره اللي تتناضل من أجل الحرية، وحتى بل أكثر من هذا حتى في الدول المتقدمة، فهمتي؟ لازال تتلقى عندهم مشاكل في هاد الصدد. هذا مثلا ديك جريدة، ياك؟ شارلي إبدو مثلا تتهكم على الرسول صلى الله عليه وسلم، تيقولوا هذه حريه التعبير، هما اللي تنوض واحد مثلا بحال جورج غارود ولا شنو تيتكلم على اليهود يقول بانهم راه يعني مؤسسين الدوله ديالهم على اساطير، ياك؟ الى اخره، تيقولوا لي لا ماشي من حقك تقول هذه الهضره، هذاك يمنعوه من التعبير على الراي ديالو، بينما الاخرى تنتصروا ليه تقول لا من حقك ترسم اللي بغات. اذا هذا كما تلاحظ بان العالم ككل مازال تناضل من أجل هذه الحرية، ياك؟